معلومة ديدي وقيس، مورا سجل في الدقيقة التاسعة، يعني منتصف التاسعة لنقول العاشرة، رابيو في الدقيقة العشرين، الكل ذهب إلى بي إس جي في طريق مفتوح لتحقيق الفوز. بعد ذلك قرار مثير للجدل، هذا اتفقنا عليه في الاستوديو، ركلة جزاء رياض بوتابوز يترجمها إلى هدف أول، موديستو قبل أن ينتهي الشوط في ثوانيه الأخيرة يضيف الثاني، هدفان لمثلهما. بالميري يأتي في الشوط الثاني ليظهر بهدفين، الأول رائع للغاية في الدقيقة 56 والأخير في المباراة في الدقيقة الأخيرة منه تقريبا في الدقيقة 89. 4-2